كأنه أكو عندنا واحد يشعر بأن عبد لله، واحد لا ما يشعر بأن عبد لله. تمر عليك القضية اللي يروها المؤرخين، بشر الحافي هذا اللي يعرف بعد ذلك بالجهد، بشر الحافي كانت ليالية كلها حمراء، كلها خمرة وما يتبع. فمر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يوم من الأيام، شاف الجارية جارية بشر الحافي مطلعة فضلات الطعام اللي شياكلوها على الخمرة، شي تذبها برا. قالها الإمام: لمن هذه الدار؟ قالت له: لسيدي. قال: سيدك حر أم عبد؟ قالت له: لا حر. قالها: صدقتي، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. بس حكاها الإمام وراح. رجعت هاي، من رجعت شوية طولت فيها بالوقوف، قالها: تطولتي بالوقفة، وين كنتي؟ قالت له: والله مر بي رجل مسجد إلى ثفنات على جبهته، سألني قال لي: من الدار؟ قلت له: الدار لسيدي. قال لي: سيدك حر أم عبد؟ قلت له: سيدي حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. قال لها: ويحك، هذا موسى بن جعفر. قام فورا، الكلمة أخذت أثرها، فورا كسر الأواني هذه، حطمها وطلع رفاق السوء وأعلن توبته وامتنع، وبعد ذلك تحول إلى زاهد من خيرة الزهاد، لأن الكلمة خرجت من قلب متعظ وأخذت أثرها. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.